كشف اللاعب السابق لاتحاد الحراش الحاج بوغاش بأن أنصار اتحاد الحراش الأنصار دخلوا للفندق ومنعوه رفقة زميله يونس من المشاركة في لقاء السقوط أمام شبيبة الصورة الموسم الماضي، مضيفا بأنه سعيد بالعودة إلى ملعب أول نوفمبر. صافي بليزير تعاودت ولي لافيجري اتحاد الملعب لافيجري اتحاد حراش ملعب والله اللي صح اللاعب اللي فات سقطنا فوتنا عامين ونص مع اتحاد حراش الحمد لله بالمشاكل بالصعوبات بالفرح بالقرح عارفين كل بان المقابله تاع شبيبه الثوره جاو خصيصا الانصار شبه الانصار ما نقولوش الانصار انا انصار حقيقيين يكفوا مع الفريق ما يقولوش اللاعبين ما تلعبوش خرجونا انا واللاعب يونس من الفندق اللي انتم بالك ما على بالهمش خرجونا وحوسوا في الغرف بوغاش يونس ما لازمش يلعبوا مع اتحاد مع شبيبه الثوره هنا 3-2 انا نقول لهم سامحهم انا نطلب برك يكفوا مع الفريق هذا مكان وما اللاعب كاين الرب سبحانه ياخذ.